نشرب وناكل. الاقتصاد ما في اي شيء، اي شيء ناقص. المويه في، العيادات في، الاكل في. لو ما عندك شراء مواصلات بعد حتى المفروض يعني شنو ثاني؟ ايوه الناس تتحرك تجيل القياده.
الجيش عايز يفض الاعتصام ايوه على الناس تي القياده، الجيش عايز يفض الاعتصام. تشرب مويه مجان، تاكل مجان. يا جماعة الجيش عايز يفض الاعتصام، الناس تي القيادة، الجيش عايز يفض الاعتصام، الناس تي القيادة، الجيش الناس بقت بسيطة يا جماعة، مطالبنا لسه ما حققوا علينا، لسه ما جابوا حق الشهداء يا جماعة، الناس تي الاعتصام. اسكت بس والله الناس ترجع اخواننا، الناس ترجع الصبح، الناس ما ترجع بيوتها، الناس شايفيننا قلد يا اخواننا، الناس ترجع يا جماعه، الناس ترجع، احنا هنا بندعمكم والله بروحنا وبنفسنا وباي شيء، الناس ترجع اخواننا. ليه قدام الناس ترجع، هاي ما ترجعوا ورا، طالما بديتوها هو لنهايتها، لازم مطالبكم تتحقق ولازم اي شيء يتحقق.
في رجوع قدام، بس قدام قدام ورا قدام، لما شهيد ما بروح. الله اكبر. الناس قلت والله مزعلانين، والله مزعلانه جدا جدا. الناس ترجع للرياضة أخوان، الناس ما تقيف، الناس ما تخاف، أرموا ليه قدام. نحن معاكم والله معاكم، من هنا احنا معاكم. احنا ما كنا مصدقين، صدق الناس دي قلت كده. ارجعوا يا ناس، رجعتوا بيوتكم، تعالوا راجعين على القيادة يا ناس. الناس ترجع يا اخوان، الناس ترجع، ترجع وتبدا الاعتصام من اول جديد. اعطيكم 4 شهور تستاثروا فيها وتتعاقدوا فيها. الناس ترجع اخوان، الناس ترجع، الناس ترجع اخوان، الناس ترجع يا جماعه. وي الناس ترجع يا جماعه، الناس ترجع القياده. يا جماعة الناس تجي القيادة، يا جماعة الناس تجي القيادة، ترجع القيادة يا مان. الناس ما ترجع بيوتها. والجيش عايز يفض الاعتصام، الجيش عايز يفض الاعتصام. أنا عايز ماشي أوريكم الإذاعة بتاعت الجيش. الله أكبر. الإذاعة بتاعت الجيش اللي بتخلي الناس تمشي بيوتها. الدارين يعزوا، الدارين يفضوا الاعتصام بتاعنا. لسه ما حققوا لنا مطالبنا، لسه ما رجعوا لنا جنوبنا الراح، لسه ما رجعوا لنا اولاد دافور المعتقلين، لسه ما اخذوا حقنا. ويجوا عايدين ان شاء الله، عايدين يا الله، الله اكبر من هنا ده، ان شاء الله عايدين يا الله. لا الجيش نام يا، لا الجيش نام يا جماعة، الجيش ده ما وقف مع الشعب ده، ما يكون ما للنهاية، ما دارين ولا كوز. الجيش ده كلام واضح، نازل قادر يصوم رمضان من غير كيسة، نازل قادر يصوم رمضان، نازل قادر يصوم رمضان من غير كيسة، بقول لك كيسة، الله يرضى ما جايك. ليش عن جيزان دي لك أما يبيتنام كله طابع لي زنون صحيح أحد رسول أبو رهف هاي لنا زنون يا أبو رهف الناس اللي راجع السودان يا والسودان وعم كده بالخير وعم بالليل والبركات شايفين العربية دي شايف شايف العربية دي شايفين العربية دي؟ اسكت بس والله الا معكم حد رسول قديم، اسكت حد رسول قديم، حد رسول قديم من الناس بداية الثلاث تزعل من الناس بداية الثلاث تزعل الله ليلة
الله اكبر يا الله، والله جنانين زي ما تقول يا بلدنا والسودان والله. الله اكبر، دارين الناس ترجع تجي القياده، الناس ما تفوت البيت، ما تنوم الناس، اي شيء متوفر عندك حق مواصلات، شيء ما عندك خوف، عندك حق مواصلات، شيء ما عندك كل حاجه فيه. شايفين العربيه دي؟ شايفين العربيه دي؟ العربيه دي بتاع البزاعه بتاع الجيش. أنا رجع الناس، جاهد ضد الناس، ضد الاحتكام. اصبت بس. واضح عليكم؟ بس اصبت بس شفتوا؟ دي العربية، دي العربية. قصاد القوات، قصاد القوات القوات الحرية. حاضرين ولا قوس، نصوم رمضان من غير كيزان. شايفين؟ دي العربية بتاعتهم، شفتوا العربية بتاعتهم دي؟ دي العربية بتطلع الإذاعة، شايفين؟ عايز أوريكم الناس دي. احنا متابعين معاكم كيف؟ متابعين معاكم بس. احنا متابعين معاكم كيف؟ متابعين معاكم. دقيقة انت تتكلم صح يا استاذ، يا استاذ يا جماعة الناس كلها تجي تتوجع للقيادة، ما برهان ده ما عمل لنا ولا حقق لنا مطالبنا ولا عمل أي حاجة للآن، لحد الآن كله كلام كلام بس، تكلم كلام للآن ما في حاجة حصلت. يعني كم ما الحاجات دي كلها تحقق مطالبنا دي ما راجعين، كم ما الجنوب رجع، كم ما دافور، كم ما حكاموا لنا قوش ونافع والبشير وكل زول أكل حقنا، وكل زول انتهى من السودان ده، وكان في مصدر في فساد السودان، في انفصال وفي العنصرية، في أي شيء، أي حاجة خربوها الناس دي، خربوا البلد دي كلها، ما خربوها إلا هم، خربوا لينا بلدنا دي كلها. الناس دي رقم ما تحاكموا، ما في الناس ما تفضل الاعتصام، الاعتصام ده ما بتفضل. يا جماعة ما صدقوا الإشاعات، الزول لما جاء وشاف بنفسه في القيادة ما صدقوا الإشاعات، وفي منصتين بس بتاع تجمع المهنيين، بس منصتين بتاع تجمع المهنيين، دي هل بتقول الكلام الحاصل والكلام الحقيقي، دي غير كده كلهم كيزان، كلهم كيزان، كيزان، كلهم كيزان، ولا داعمين لأي حزب تاني، كيزان بس، لأنه الأحزاب كلها التانية، كل الأحزاب كلهم رأي واحد مع تجمع المهنيين. كل الناس متفقين على رأي واحد، أي حزب في السودان متفق على رأي واحد، كلهم متجمعين في تجمع المهنيين.
السلام عليكم. السلام عليكم. حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب. حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب. عمر صديق من أبناء مدينة عبرة، أهلك بتسأل عنك، وين ما كنت تعال طمنهم عليك، تعال مباني الإذاعة في دار الحرية. عمر صديق من أبناء مدينة عبرة، إذا وقت دار الإذاعة في الإذاعة في دار الحرية. منذر حسن عبد الله وقفت معاه، لكن كنت تسأل عنك في مباني الإذاعة في دار الخريجين. منذر حسن عبد الله. محمد الهدي علي، والد مزن، هو زول كبير في العمر، معاشي شرطة، بيسألوا عنه ناس البيت وقالوا من يوم الثلاثة الفاتت ما شافوه. يا محمد الهادي علي، أخوك صلاح الهادي موجود في مباني الإذاعة، تعال هو منتظرك. أو أي زول لاقى محمد الهادي علي ممكن يجي يطمن أخوانه عليه هنا في مباني الإذاعة. محمد الهادي علي زول كبير في العمر، كان معاه بنت اسمها مزن، أخوه صلاح الهادي متواجد الآن بالإذاعة بيسأل عنه. منتصر على مدين محمد، عمره 14، يسكن الثورة، بيسأل عنه ناس البيت، وقال لك تعال طمنوا عليك يا منتصر، هم موجودين الآن في الإذاعة. منتصر على مدين محمد، عمره 14، يسكن في أم درمان الثورة الحان 11، أهله منتظرين أي خبر منه يطمنوا عليه هنا في الإذاعة. حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب. حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب. حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب. محمد عبد الجبار آدم من أبناء أم بدة، رجاء اتصل على أسرتك وطمنهم عنك يا محمد. محمد عبد الجبار آدم من أبناء أم بدة، رجاء اتصل على أسرتك وطمنهم عنك. بدر الدين محمد قاسم الأزهري مربع 18، رجاء اتصل على ناس البيت وطمنهم عنك يا بدر الدين. بدر الدين محمد قاسم الأزهري مربع 18، رجاء اتصل على ناس البيت وطمنهم عليك. حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب.
يا هوي ماشي مين؟ هوي Thank you.